بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل ان شاء الله العرقسوس. عندنا كوباية من العرقسوس، والكمية دي هتعمل حوالي لترين، وهنضيف على الكمية دي معلقة صغيرة من الكربوناتو اللي هي بيكربونات الصوديوم. واضافة الكربوناتو بتكون مهمة جدا، علشان لو مضفناهاش بيطلع العرقسوس لونه فاتح والرغوة بتاعته بتكون شكلها مش حلو. وهنقلب العرقسوس كويس مع الكربوناتو. بعد كده هنضيف عليه حوالي نص كوباية مية دافية، وهنقلبه كويس لحد ما كل الكميات تتشرب الماء اللي ضفناها. وبعد ما نقلبه كويس هنغطيه وهنحطه في مكان ما يكونش معرض للهواء، وهنسيبه لمدة 12 ساعة. والمرحلة دي بيكون اسمها مرحلة التخمير. وعلشان نتأكد ان العرقسوس وصل خلاص لدرجة التخمير المظبوطة قبل ما نعمله، بيكون دايما في العرقسوس قطع خشب صغيرة بيكون لونها فاتح زي كده. اول ما قطع الخشب ديت يتحول لونها للون الاسود، بيكون خلاص كده العرقسوس وصل لدرجة التخمير اللي احنا عايزينها. وخلاص كده بعد 12 ساعة العرقسوس بيكون لونه غامق معانا بالشكل ده. بعد كده هنغطيه بالمية، وهنقلبه، وهنسيبه حوالي 10 دقايق. بعد كده هنصفي العرقسوس بمصفى تكون فتحاتها ضيقة جدا، والأفضل إن احنا نحط في المصفى كمان قطعة شاش أو قماش علشان نضمن إن هو يطلع معانا صافي تماما. وخلاص كده بعد ما بنصفيه بيكون جاهز معانا. وطبعا لو حد بيحب العرقسوس وبيتقبل طعمه مش هيحتاج يضيف عليه أي حاجة، هو كده خلاص بيتقدم. وعلشان نحسن طعم العرقسوس هنضيف عليه ربع كوباية مية ورد على الكمية اللي احنا عاملينها، وهنضيف له سكر بالكمية اللي احنا عايزينها. هو طبعا ما بيضافلوش سكر، بس السكر ده علشان يغطي على طعم المرارة شوية. وكمية السكر اللي هنضيفها هتكون على حسب ما احنا عايزين، يعني هنضيف سكر وندوق لحد ما نظبطه. وهنقلبه كويس، وبإضافة مية الورد والسكر بيكون طعم العرقسوس مستساغ أكتر من لو ما ضفناهمش. بعد كده هنقدمه، بيتقدم بارد جدا طبعا. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والى اللقاء ان شاء الله في الفيديو القادم.